البنت كتير حلوة. حلوة حلوة قد ما تقولوا أكتر. والله؟ لهالدرجة يعني؟ وأهلها أغنية كتير، مليانين مصاري. أيوة، وقت كانت أصغر كانت نحيفة، هلأ سمنت شوي بس بتعطي أصغر من عمرها بكتير، وشاطرة بشغل البيت، وما أنا من البنات اللي بتحب تتوظف وتطلع وتفوت. يا ترى هالحلوة قديش عمرها؟ شو؟ أنت وقت تشوفها تجرب حزير قدي عمرها، مستحيل تعرف. أنيل، ما بصير الواحد يسأل صبية حلوة قدي عمرها. صح الحق معك. شو؟ نتكل على الله؟ ايه؟ تكلنا. إمتى بتشوفها؟ لازم نعجل شوي. ايه أكيد، بس ما بدنا ناخد إذن بالأول. إذن مين؟ أبهشيك باتشان. ايه أبهشيك باتشان. مو أنت عم تقولي إنه البنت حلوة وبشرتها فاتحة كتير كمان، وغنية وبيتوتية وست بيت شاطرة غير شكل؟ عم تحكي عن إشوار يا راي، ما هيك؟ عرفتها دغري من الحكي. إيه بس قبل كل شي لازم نسأل أبوها، وإلا بيشتكي للشرطة علي دغري، وما بلاقي غير الشرطة صارت بنص بيتي، ما بدي على هالعلا. وين راح مخك أنت؟ أنا يا أنيل عم بحكي عن الخالة سارو. الخالة سارو؟ قصدي خالته لشري، هي بعمر الزواج هلأ، لا تخاف شبك، مو ختيارة يعني، تعرف؟ البنت كتير بتناسبك. صرت عطيكي كومة مصاري لحد هلأ، دفعي الفاتورة، بدي روح. شو تروح؟ عود بس شوي، خلينا نكمل حكي، يعني مو المهم الفاتورة، عود، عود لفهمك، عود. العروس لقطة، ما رح تلاقي وحدة تناسبك مثله. بالله جد، أنا لسه ما جنيت لحتى أروح أخطب وحدة من بيت جوكلان. إذا صرخت عليها شي يوم ما بلاقي غير الشرطة فوق راسي، وأساساً أنا مستحيل فكر بوحدة قاعدة تحت جناح بهاجريتي جوكلان، فهماني؟ بدي وحدة أقدر أتفاهم معها من دون ما حدا يتدخل، ما بقدر فكر بولا وحدة من هالبيت. أحسن لي موت وأنا أرمل على أني أتجوز وحدة من بنات هالعيلة، مستحيل أعمل هالشي. لكن مين مفكر تتزوج بالله؟ طيب رح أقولك أنا مين مفكر أتجوز، وحدة صغيرة وحلوة وخجولة وبيتوتية كمان، بدي وحدة مطيعة ما بتعرف تقول كلمة لا. وحدة بهالمواصفات ليش لا تأخذ واحد مثلك؟ نسيان عمرك؟ الشاب ما في شي بيعيبه، قلتلك بدي وحدة هيك مواصفاتها بالضبط، وقت تلاقي أبقي خبريني. وينك؟ وين رحت؟ والفاتورة؟